زيك مال ضابط وخريج داخليه يا ريت هم فتحونا يعني محولنا من هندسه الى ضباط او اي شيء يعني يا ريت يعني انتهينا يعني جرد اداري كل وزاره نادم انت نادم على شاتم انا بالنسبه لي تعبت هاي السنين حتى شعر وقع مبين صار لك بلد دراسه وتعب وقهر ودراسه الهندسه صعبه جدا اليوم يعني نطالب من وزاره شعرك وقع من الهندسه نعم وزاره الصحه يعني يا ريت تنظر للدول الباقيه يعني الدول الباقيه جاي تتطور بالتكنولوجيا احنا اليوم كهندسه طبيه تكنولوجيا عاليه كون تستغلنا بحيث نطور من هاي الاجهزه اليوم احنا كل الطلبه وكل الخريجين عندهم اختراع اليوم انت اذا ما عندك جهاز اختراع ما تتخرج احنا كنا عندنا شهاده اختراع ما ينطوك شهاده اختراع بينما تبر مال تخرج مشروع تخرج يعني مشروع تخرج انت تكونه اليوم القانون يعني كان بال 2018 قانون احنا من ذوي المهن الطبيه والصحيه لسنه 2000 اليوم القانون من عدلوه بال 2019 سوونا سانده اليوم السانده العام من عينه وعينه 175 مهندس 175 مهندس يعني هاي كارثه سوداء هاي ما مش قليل 175 مهندس على عموم العراق اليوم احنا 2019 و2021 اليوم صار اعدادنا 2250 اليوم الوزاره 4000 العفو اليوم الوزاره اذا ارادت عيننا يعني هيجي مجرد حبر على ورق مو احنا مثلا تحصيل حاصل العلوميين او غيره مو مهملين مثلا لو ما اعرف يعني تروح المستشفيات تقول لك انا معتازك وهذا القسم ضروري مطالبين بشيء صعب يعني احنا مطالبين بالحذف والاستحذاف اللي هو قانون يعني